السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء مكاوي. وصفتنا النهاردة جديدة ومميزة وسهلة جدا، وطعمها بجد تحفة. هي بقلاوة بدون دقيق. تعالوا نشوف الطريقة. المكونات: 4 قطع من التوست متشال منهم الأطراف، هنقطعهم ونحطهم في الطبق في بولة. هنحط عليهم 1/2 كوباية من اللبن وهنهرسهم بأيدينا لغاية ما تتشكل زي العجينة بالظبط. هنرصها في أيدينا ومعانا قطع من الجبنة أو قطع من الشوكولاتة، هتبقى هي الحشوة بتاعتنا. وهنكورها زي البقلاوة بالظبط. ونكرر العملية لغاية ما نخلص العجينة. نفردها في ايدينا ونحط قطعة من الجبنة ونكورها في ايدينا، وبعدين نحطها في الطبق. لحد ما نخلص الكمية، فطبعا زيت غزير على النار، هنحط فيه البقلاوة. الزيت يكون سخن أو دافي ونسيبها على النار لحد ما تتحمر تاخد اللون الذهبي. نحمر بقية الكمية. زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة وشكل البقلاوة بالظبط. طبعا معنا الشربات، مكونات بتاعته 2 كوباية من السكر، معاهم 1 كوباية من المية، عليهم 1/2 ليمونة، ونسيبها لمدة 10 دقايق على النار لحد ما السيرب بتاعنا يبقى تقيل. هنحطها في طبق التقديم، عليها شوكولاتة ومكسرات، وممكن تستبدلي الشربات بتاعها بأي نوع من بالسكر البودرة. بجد طعمها تحفة، وجربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش شير ولايك وكومنت لصفحتنا على الفيس وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. كان معاكم ولاء مكاوي، سلام عليكم.